وبالعودة إلى موضوع القذيفة في عدن، ينضم إلينا من هناك مراسلنا، أو الوضع في خور مكسر، ينضم إلينا من هناك مراسلنا آدم. آدم أهلا بك، حدثنا بداية عن الوضع في خور مكسر، ما الذي حدث؟ الاشتباكات والتوترات التي حصلت في خور مكسر بدأت في وقت متأخر من الليل. إلى الآن الوضع ملتبس جدا، مجاميع مسلحة هي محسوبة على المقاومة في خور مكسر وفي كريتر. تدخل الأمن باشتباكات حصلت بين هذه المجاميع، الأمن اعتقل الكثير من هذه المجاميع. أثر ذلك استمرت الاشتباكات ووصلت إلى جوار مبنى إدارة الأمن والبحث الجنائي. المجاميع تطالب بالإفراج عن هذه المجاميع، عن المعتقلين، وهذا بحسب مصادر أمنية خاصة، بأن التوترات التي حصلت أمس مستمرة إلى الآن. الآن بحسب المعلومات الميدانية الطرقات مغلقة المؤدية إلى مديرية خور مكسر، انتشار أمني كثيف، بينما لم تحل المشكلة والانتشار المجاميع المسلحة في الأحياء المجاورة لإدارة الأمن، هي في خور مكسر، في قلب خور مكسر المديرية. نعم. التي تقع في قلب عدن وتقع الكثير من المؤسسات فيها. نعم آدم، بيان الشرطة يقول بأن الإصابات عبارة عن 2 من الجنود أصيب، هل هناك ضحايا أخرى لم يذكرها البيان؟ بحسب المصادر، في مختلف المصادر، فإن إصابات عديدة من الطرفين، من جهة الأمن ومن جهة المجاميع المسلحة، لكن إلى الآن المصادر الطبية تكتم على الأمر. صعوبة الوصول إلى خور مكسر وفيه مستشفى الجمهورية العام الحكومي القريب من إدارة الأمن. أسباب المشكلة ذاتها، في هناك تشويش على الأمر، كون موضوع المقاومة وإدماجها بالأمن. نعم. موضوع حساس إلى الآن لم تحل إشكالياته، بالتالي المشكلة قائمة، وللأسف هناك يعني ربط هذه المشكلة بذكرى التصالح والتسامح. نعم. البعض مصادر أخرى والبعض الروايات تحيل هذه الخلافات إلى أطراف تريد أن تلقي هذه الخلافات في ذكرى 13 يناير في ذكرى التصالح والتسامح، تظل هذه الروايات أيضا غير مؤكدة، لكن الشارع مستاء من تعكير صفو هذه الذكرى التي استبشروا بتحويلها إلى ذكرى للتصالح والتسامح، لكن تباينات القيادات العليا في الدولة. نعم. آدم، أو القيادات المكتوبة على آدم اسمعني، إذا عدد الأشخاص التي تم القبض عليهم من هذه الجماعات، هل لديك معلومة كم عدد هؤلاء الأشخاص؟ المصدر الأمني يقول لي بالعشرات، الكثير زقوا بالكثير إثر الاشتباكات. حقيقة القوات الأمنية نزلت مساء أمس إلى كريتر واعتقلت الكثير، والمعتقلين محسوبين على أطراف وقوى في المقاومة، في مجاميع مسلحة. إشكاليات ما بعد الحرب وعدم استحواذ الدولة على كامل السلاح، بقاء أسلحة متوسطة بل ثقيلة بيد مجاميع ليست جميعا تدين بولائها للدولة. إذن آدم الحسامي مراسلنا من عدن، شكرا لك.